طيب فالسيرفرز انت اوبريت امانج ايتش اذر تو اكستشينج داتا سيميلر تو اكستشينجينج بيبرز بتوين مينستريز ان ريال وورلد. هلا فريم ورك از نيدد تو الاو ذس انتر اوبرابيلتي بتوين سيرفرز. بدنا فريم ورك that take into account the organizational, technical and semantic issues. Okay? هلا نشوف شو في الكلب هاي داتا مسج. ندخل بكلبها ونشوف. ها؟ عشان نشوف المشكلة. هاي عبارة أخذت ويب سيرفيسز؟ ها؟ مع الدكتورة؟ هاي وزدل. هاي عبارة عن وزدل. لما الواحد بيعمل ويب سيرفيس بيعمل ببليكيشن للديسكريبشن تبع الويب سيرفيس اكسب ال فايل. هاي مثلا عندنا بيرسون بيرسون اي دي 1 2 3 بلا بلا اف نيم ناشوناليتي بال 33 اف نيم. شو يعني اف نيم؟ فيرست نيم خلص حسب شو معرف. وين؟ في الانتولوجي في الفريم وير لسه. هاي تبعث لهاي هلا لازم افرض انه منستري وزارة الداخلية حطت اف نيم فيش انتولوجي. وزارة المواصلات شو لتساوي؟ بدها تتصل على وليد بتقول له شو يعني اف نيم؟ بده يكون في يعني فيرست نيم ولا فاذر نيم ولا فاميلي نيم ولا فيش نيم. هلا ولا فيش نيم. طيب شو يعني بال 33؟ هذا كود يونيكود. لاحظ انه مش بس اسم التاج لازم نعرفه نعرف معناه كمان بعض البيانات الكودز لازم نعرف معناه كمان ستراكتشر تاع البيانات سكيما لازم كمان تكون متعارف عليها والا ما نقدرش نتفاهم مع بعض. ف وي نيد تو اجري اند شير فوكابولري الفوكابولري النيم والكودز المينينج اوف ذا داتا ستراكتشر اوف ذا داتا. So we need an ontology here. ليش بدنا government في فلسطين؟ أنا بقدر أجاوب. ليش بدنا government في إيه government في فلسطين؟ ما حكيت. أول شيء كل ال countries ليش بدهم إيه government العالم؟ To make the life of citizens easier. Save time and money. To effect for effectiveness and transparency. من بابليك سيكتور عشان الشفافيه. طبعا في واسطات بالاي جفرمنت تخف الرشاوي طبعا بتتسرع وليد بمشي لك الترانزاكشن اسرع من غيرك بس تريسبل. يعني لو يجي حدا يدقق بلقطه اسهل ما بلقطه بالورق صح؟ لانه في لوج وفي شغلات كثير. كمان امبروف ذا ايكونومي هذا بيرفع اقتصاد البلد لما يكون في اي جفرمنت. ليه؟ لانه في مور انكم ليس سبيندينج في ليس سبيندينج. بدناش 2000 موظف في وزاره اكس يزيد البطاله. بدناش 2000 موظف في وزاره اكس. هاي واحد. اثنين لما انا بقعد بدي ارخص كزيي بقعد 3-4 اشهر وانا رايح جاي وقتي انا ووقت الشركه. في ناس مرات بتجنب يسوي الاشي. ليش؟ بيشارك مسؤول بس شايف؟ هلا هذا هيك العالم كله مش بس احنا لهذه الاسباب بدها اي جفرمنت. طب احنا فلسطين ليش بدنا اي جفرمنت؟ هل في شيء خاص فينا؟ شو هو؟ احتلال الحواجز مثلا. الحواجز شايفين فلسطين شو صار فيها؟ شايفين فلسطين شو صار فيها؟ هاي كثير في ايطاليا عجبتهم الصوره لما عرضناها طلع كيف؟ بكت فلسطين اجوا اليهود احتلوا بعض في بعض المناطق بعدين اعلنوا التقسيم 48 في 67 قالوا هذول حطوا جدار الحواجز صارت هيك. هذا واقع ها؟ صح نضحك عليه بس بنبكي عليه. هلا ليش بدنا اي جفرمنت؟ وي نيد فور مور ريزنز تو بريدج بالستينيانز لانه بالضبط لانه لانه في hundreds of Israeli checkpoints. لما واحد في جنين بده يرخص شغله في اشياء كثيره لازم يزيع فيها رام الله او 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 واللي في غزه غير اللي في الضفه وال مش بس هيك كمان 70 اقل شيء على فكره 70 اقل شيء 70
70% من الشعب الفلسطيني وين عايش؟ يا فورينرز يا لاجئين. بنقدرش نعمل لهم اي سيرفيس. بس لو في عندنا اي جوفرمنت نخدم 70% من الشعب الفلسطيني مش بس ال 30. اذا اي جوفرمنت ان فلسطين از نوت ا لكتشري. عن جد انها مش لكتشري. مش ساينس فيكشن. It's a must. A must for the political reasons, for social reasons, or for economic reasons. اقتنعتوا؟ هلا عشان نعمل اي جفرمنت على فكره لما هذا الكلام مش بس اي جفرمنت نفس الشيء اي اي سيرفيس انتم بتروحوا تبرمجوها هلا بنشوف انه نفس المشاكل بنشوف اي اي سيرفيس اي هيلث اي بانكينج اي ادوكيشن يعني نروح للجامعات مع بعض هي نفس المشاكل في عده فريم ويركس خلينا نقول فلسطين عندنا جيت انا قسمتهم لخمسه فريم ويركس عشان نفهم الاشياء مع بعض هذا اول شيء شو اللي بيلزم؟ بيلزم سلاك كيبلز بين الوزارات هاي واحد بعدين هل نحط هل نعملها هاي الوزارات مشبوكة عبر الانترنت ولا في فيزيكال كيبلز بينهم فلسطين بالمناسبة في فيزيكال بكيبلز بينهم شو اسمها يا ولية؟ شو اسمها؟ اسمها الجوفرمنت نتورك الشبكة الحكومية طبعا عبر وزارة شركة اتصالات بس بس السلك مش مربوط عليه حدا غير مؤسسات الحكومية لاحظيا ولا تروح عبر الانترنت هاي تشوزز في دول كثير راحت عبر الانترنت ربطة. الانترنت مش العالم الخارج الداخل فعملوا شبكة هلا هاي اول لاير هاي اول مشكلة هاي اول فريم ورك عندنا احنا فلسطين في شيء اسمه الشبكة الحكومية طيب ربطنا الوزارات مع بعض بسلاك شو لازم نسوي بعدين لما اعمل سيكيوريتي شو يعني سيكيوريتي مش بس نتورك سيكيوريتي وابليكيشن سيكيوريتي بالضبط عارفين شو معناها شو معناها سيكيوريتي ديفينيشن فيري سبيسيفيك قالوا لكم خدمه ماده سيكيوريتي واحد بس يعني تبلوك خدمه ماده سيكيوريتي زمان انا درسك اياها انا بالنجاح اخذت شو اسمه المرسى كانت مدرسه اسمها هي سماعه To block unauthorized users from no. the No. Definition هون بدي اعطيكم اياها شوفوا قديش دقيق. في عندنا منستري A ومنستري B. واحد بده يودي رسالة لواحد. لما منستري B بيسلم الرسالة بشوف انو المرسل؟ منستري A. أول شرط مش لازم حدا يقدر ينتحل شخصية A. هاي أول شرط. الشرط الثاني اذا ايه انكر انه بعث هاي الرساله منستري بي كانت ديناي سيندينج ذيس مسج اذا عمل ديناي كان مش انا اللي بعثها او مش هيك بعثها لا في عندنا لوجز ما يثبت انه مبلا بي اللي بعث بقدر شيء ايه سوري ايه طيب الاشي الثالث الشرط الثالث انه فيش واحد بيقدر يغير الرساله بالنص اذا تحقق هذول الشروط ثلاث شروط فيك تماما لاي شيء بيكون سيكيور فهمت علي؟ هلا وفي عده اعتبارات اخرى في بوليسيز في بوليسيز كثيره فلازم نعمل سيكيورتي فريم ورك قبل ما نبدي اي جفرمنت الاشي الثالث الانتربرابيليتي فريم ورك شو يعني انتربرابيليتي فريم ورك؟ يعني اول شيء مدينا السلك وعملنا سكيور ولسه بدنا نفهم مع بعض هلا هلا بدنا نبلش نعمل ويب سيرفيسز ونفهم مع بعض نستعمله شو معناته انتر اوبرابيليتي؟ شو معناته اوبرابيليتي؟ شو معناته اوبرابيليتي؟ شريهان شو معناته اوبريشن؟ عملية اوبرابيليتي لا قابل للعملية قابل انه يعمل يعني قابل انه يستقبل ويرسل عمليات انتر اوبرابيليتي يعني انتر اوبريشن
لا انه مع غيرك، يعني هل انت قابليتك لتبادل العمليه؟ هاي هي الانتر اوبرابيليتي. هلا الانتر اوبرابيليتي وي نيد تو ذا كونتنت اوف ذا اكسشينج مسجز از اندرستود مينينغفولي. اورجانيزيشنال بروسيجرز ار كومباتبل، لانه مرات الانترنالي ما بنقدرش البروسيجرز تاعت الاورجانيزيشن، مش تكنيكال اورجانيزيشن ستراكشر تاع المؤسسه بيسمحش في هاي بيسمح في هاي. تكنيكال ايشوز اند سيستمز كومباتيبيليتي، كل هاي الاشياء لازم تنحل على في الانتروبرابيليتي الافلام. بعدين حليناها يعني مدينا السلك وعملناها سكيور واعتدنا انظمتنا وتنظيمنا واجهزتنا انها تبادل المعلومات، خلصنا؟ شو ظل؟ ظل هل القانون بيسمح لنا؟ يعني هل انت لما تودي لي ايميل هل تقدر توقيني على المحكمه تقول لي انا وديت لك ايميل ما تفرضتش عليه؟ شو يقول لك القاضي؟ احنا ما نعترفش بالايميل. اذا لازم القانون يسمح في شو؟ التبادل. لازم يتبادل، لما وزاره بتودي لوزاره معلومات بالسلك القانون معترف، مش انه بيجي بعدين القاضي يقول لا احنا ما دخلناش نعترفش في السلاك. هاي مش موجوده عندنا، الايكراي مش موجوده عندنا في القانون. هلا اذا معناته القانون لازم يعترف في ترانزاكشنز ضمن كريتيريا معينه. All communications are legally accepted. كان منستري فور يعني اذا وزاره الداخليه بطلت تعطي معلومات بالنص هيك اجى على بال وليدي في السيرفر وبديش اعطيهم معلومات. ها؟ له حق ولا ملوش حق؟ هلا على فكره له حق. فيش حدا بيجبرك، فيش قانون بيجبر وزاره اكس انها تعطي لوزاره واي معلومات بسلاك. مراسلات او على الورق بس هل بيجبرك انك تعطي ولا لا؟ What information systems sorry what information is private؟ اجى قال لي وليد لا هاي المعلومه ما بعطيهاش انا عن الناس، هاي برايفت. لا يا عمي هاي مش برايفت، الادرس مش برايفت. لا برايفت. فلازم نعرف في القانون شو هو البرايفت وشو مش برايفت. بده محاميه؟ هل المحامي بيعرف يعملوا؟ عملنا ثلاثة مبلغ كتب وكنا نقعد مع المحامية ونكتب. طيب آخر إشي، حتى لو في قانون بسمح مرات في أشياء بوليسي في البوليسي ميكرز. طب هل نعطي خدمات بس للي خارج فلسطين ولا لا؟ هل نعطي خدمات للاجئين ولا لا ولا لا؟ هل أنو اللي بيسح ياخذ الخدمات؟ لمين بدنا نعطي كذا؟ يعني حتى لو في قانون وفي انتربرابيلتي فريم ورك وفي سكيورتي وفي انفراستراكشر بضل برضه في شيء يسموه البوليسي فريم ورك لازم نتعرف. ماشي؟ طيب احنا عن ايش اليوم بنحكي؟ بس عن الانتربرابيلتي فريم ورك، ما بقيتهم احنا مش شغلنا احنا في الماده على الاقل. الانتربرابيلتي فريم ورك او مشكله الانتربرابيلتي بتنقسم لثلاث اقسام. أول قسم في semantic interoperability. The ability of computer systems to exchange data and have that data properly interpreted by the receiving system in the same sense as the as intended by the transmitting system. يعني إنه الطرف المرسل فاهم على الطرف المستقبل وفاهمين على بعض. هذا هو معناته مشكلة السيمانتيك. يعني لما وليد ودى داتا لديما بالضبط المعنى اللي انت قصدته هي اللي فهمته. هاي الداتا. اثنين organizational interoperability.
the ability of the government organizations, يعني وزارة X وزارة Y, to collaborate to achieve their mutually agreed goals. In practice, organizational interoperability is established through integration of business processes and the related exchange of information. يعني افرض انه وزارة X تسمحش بهاي الشغلة او يعني عندها مش في بروسيجر لازم واحد تتبعه حتى يعمل سيرفيس تروح مع وزارة ثانية لازم يكون في هرم اللي بين يعني افرض انه وزارة المالية ما بتعطي او مثلا براءة ذمة من الضريبة وزارة التلفزيون لما بدك تروح التلفزيون بتقول لك تجيب براءة ذمة مالية طب ما هو ما فيش هذيك الوزارة بتعطيش كل هاي الاشياء بنسميها كومباتيبلتي اورجانيزيشنال كومباتيبلتي لازم يكون في هارموني بين الوزارات حتى تقدر تحكي مع بعض ثلاث تكنيكال انتروبرابيلتي وهي بجوز انتوا اكثر شيء بتفهموا فيها الداتا اللي بتوديها مش اسكي السيستم تبعي بحكي لا يو تي اف 8 تفهموا شو او انترناشونال كود انا بودي لك اشي بس مش كومباتبل معي انت عندك اوراكل انا عندي سكيول سيرفر انت عندك كذا انا عندي كذا يعني لازم الداتا يعني مش بس السيمانتكس والاورجانيزيشنال كمان في تكنيكال كومباتيبيليتي حتى نقدر نحلها حتى نقدر نفهم على بعض هلا زنار كون حلينا خلينا نقول المشكله تكنيكال انتروبرابيليتي بتنحل يعني في شيء فيري كومون ها هذا بالسوفتوير انجينيرنج او بالسوفتوير اركتكتشر معروف ما جبناش ما اخترناش العجله هون شو عملنا الاي جوفرمنت سيرفيس باس اي جوفرمنت سيرفيس باس اخذته بتعرف شو يعني انتربرايز سيرفيس باس انا بعرف انتربرايز سيرفيس باس ويب سيرفيسز بس بكون شيء في شيء بسموه سيرفيس باس للاسف قديش كنت لجعت لازم اتعلموا هاي الماده بس راح تنقصنا سكيل فيها مش بس هون في الجامعه هاي كل فلسطين قليل جدا اللي بيعرفوا مع هاي الاشياء اي بي سي اليوم هاي الاشياء مش جديده يا مبرمجين هاي مش جديده لا مش بالهاردوير لا هاي مش هاردوير بس هذا شيء انه يعني سيرفيس اورينتد اركتكتشر لازم تعرفوا شو معناته ويب سيرفيسز وتعرفوا شو معناته سيرفيس اورينتد اركتكتشر ها ولازم هلا في تكنيكال ستاندرد نستعمل سوب في بروتوكول ثاني اسمه ريست لازم نعرف نستعمل ريست ولا سوب احنا في الاي جوفرنت نستعمل سوب نستعمل ويزد الكاركتر نستعمل يو تي اف 8 مش اسكي عشان نقدر نحكي عربي مرات وهالمجر كل هاي الاشياء بس هاي ستاندرد هون في الشيء هلا بنيجي للسيمانتيك والاورجنايزيشنال انتربرابيلتي وهاي اللي احنا طبقناها بخمسه سيرفرز شو هم الخمسة سيرفر؟ أول واحد الأنتولوجي سيرفر الثاني الانتيتي سيرفر الثالث الادرس سيرفر الرابع بنسميه الداتابيس اوف داتابيسز الخامس سيرفيس ريبريزنتيف ندخل فيهم هلا واحد واحد آخر شيء نشرحه وين السكيورتي سيرفر؟ لا احنا بنحكي على الانتروبرابيليتي فريم ورك بعد المرحلة ما بعد صار نفترض انه اوثنتيكيت طيب هلا بالضبط شايفين الداتا مسجز هاي كلها لازم تعمل كوميتمنت لمين للانتولوجي ذي مينينج نيمينج مينينج داتا ستراكشر ان اول اكستشينج مسجز كوميت تو انتولوجي ها واي دو وي نيد ات هسه متخيل ليش لو انه فيش انتولوجي في عندنا منستري ايه لا تحكي مع منستري شو لازم شو بيساووا كنا وزارة المواصلات منستري A وزارة الداخلية منستري B ومش مشكلة من وين تسلك بينهم وبقعدوا بيكتبوا اتفاقية الوزارتين على شو الفورمات شو معناها شو الأسماء اللي بيستعملوها وخلص بلاش من أنطولوجي طيب نيجي ل عندنا منستري C منستري سي منستري دي منستري اي منستري اف
هاي وزارة المواصلات عقدت اتفاقية مع من هي؟ داخلية. ومع وزارة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. طبعا لازم يكتبوا. يكتبوا معاني شو المسموح شو الممنوع شو معنات اثنين شو معنات بال 3-3 لازم يتفقوا مسموح؟ وعقدوا اتفاقية. هذا منستر ايه بتحكي مع تعرف قديش وزارة بالمناسبة فلسطين؟ قديش وليد؟ 22. إذا وليد بتعرف ايش يعني هاي يعني؟ 23 وزارة. كم بتهلا الحكومة عادة تتكون من الوزارات صح؟ زائد السلطات سلطة المية الهيئات والسلطات سلطة المية سلطة الكهرباء لا شو الكهرباء؟ القضاء الأعلى سلطة المية سلطة النقد سلطة البيئة مجلس القضاء الأعلى هذول السلطات لا لا يستوي هي هم هذول كلهم تابعين للوزارة لا ما في عندنا في رئاسة الوزراء ومجلس في احنا شغلتين رئاسة الوزراء في شغلتين رئاسة الوزراء مجلس الوزراء والمجلس بعرف شو اسمه اللي هو الهيئات والسلطات اللي هم عارفين قديش واحدة 55 سوق المال بعرف شو سوق المال ما يعني على كل حال 55 سلطة وهيئة 23 وزارة بصيروا 78 هلا إذا إيه بدها تعمل مع خمسة بدها تعمل خمس اتفاقيات مزبوط؟ إذا بي بدها تعمل مع هذول بدها تأكد كمان خمسة هيك بده يصير 10 وخمسة 15 هيك تخيلهم 78 بدك تعملهم ترجمات معناته قديش اتفاقية بدها تريد 78 78 ضرب 78 ولا 2 قوة 78 بعرف ايش المهم بدل ما نسوي هيك بنحط انطولوجي بالنص ومن كل هون هاتوا نتفقوا مرة واحدة بنكتبها هاي الاتفاقية وبعدين كلكم تستعملوها خلاص كل حتى لو جاء واحد وزارة جديدة تستعمل جزء ندخل البلديات الخط لازم تستعمل هاي الانطولوجي هلا الانتيتي سيرفر تتذكرين شو معناته بال 3 نعرفش نعرفش هلا لازم نعرف such calls should be standardized between service provider and service and consumer providers and consumers هاي لازم ايش البال 3-3 اللي بيستقبل والمرسل لازم يكون عارفين شو معناها هذا البال هاي الناشوناليتيز شو كمان غير الناشوناليتيز الكودز لشو اللي بيشتغلوا في الداتا بيس اللي بنسميهم لوك اب تيبلز شو شو في لوك اب تيبلز في البنك اسماء الشركات اسماء شو كمان اسماء الفروع الوظائف اسماء المدن اسماء المحافظات اسماء القرى اسماء العملات صح شو داخل هسه using the same entity codes when transferring data between governmental agencies all entities codes and names and mappings appear in data messages should be defined in the entity server كيف يعني عندنا ايجنسي A وايجنسي B هلا انا لاحظوا هون شو مخزن في كلب الايجنسي هان شو كاتب الناشوناليتي فلسطيني هون شو الناشوناليتي مكتوب فلسطين فلسطين او بالد مثلا هلا على فكره انا ما بقول له غير اللي بكلب الداتا بيس تبعته لوزاره اكس وزاره واي ما بقولوش غير الداتا ايش بكلب الداتا بيس تبعته لا 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 خليه زي ما هو غير شيء خبش الناس تقدرش تغير بس شو بدنا اياه يساوي بدنا كله يوم ما يطلع من باب داركم مجبور غصبا عنك تكتبه بالناشونال ستاندرد وانت لما تستقبله تبقى فاهم شو الناشونال ستاندرد اعمل مابينج تيبل بين الاثنين ها هاي الانتيتي سيرفر في جنسيات العملات المتبادله المدن الفلسطينيه الاجناس البشريه الديانات العلاوات اسماء الوظائف
أسماء البنوك على فكرة كمان موجودة. كل هاي الأشياء على فكرة مش بس الأسماء، أهم إشي الكود والاسم بالعربي والاسم بالإنجليزي. مش كل واحد بيكتب اسم البنك بيختلف عن الثاني الوزارات. سويفت كود كمان الحوالات، هذا بين البنوك سويفت، هسه بين الوزارات بيلزمش بس إذا لزم لازم ينضاف صح؟ ملاحظين؟ كل هاي الأشياء ليست طويلة. لو دخلنا أخذنا مثلا الجنسيات والدول ندخل فيها شو نلقى؟ الكانتري كود مثلا 4 جمهورية أفغانستان الإسلامية هيك اسمها. نحن مسموح لنا نغير اسمها؟ خير غيرنا باسمها، يعني وزارة الداخلية قررت تسميها جمهورية أفغانستان مش الإسلامية. طيب وطبعت لواحد ومكان الولادة جمهورية أفغانستان، راح على مكان على دولة قال له شو هذا؟ مش موجودة هاي الدولة، كل دولة لها اسم رسمي. طب اسمها في الإنجليزي أفغانستان، وفي إلها إيش كود AFG، وفي إلها أخرى كود ثاني بسيستم ثاني AF. وهنا مجرد مثلا ألبانيا هيك تهجئتها بالعربي بالإنجليزي الكود تبعها هيك. العملات نفس الاشي، المدن الفلسطينية والمناطق الكرة كله لازم يتعرف عشان لما واحد يودي لواحد الكل يستعمل نفس. طيب فجينا شو سوينا كمان لما عملنا هون؟ اذا بتطلعوا على ذيك تعمل كليك هون، هذول بنسميهن الجداول التوافقية يعني المابينج تيبلز. هاي مابينج تيبل مع وزارة الاقتصاد المالية سلطة النقد الداخلية. لو فتحنا هذا الفايل شو بتلقى بكلبه؟ هاي لاحظ هذا الناشونال كلاسيفيكيشن زي الانتيتي سيرفر، هذا اكسل فايل تقدر تخزنه زي ما بدك. الكونتري كود 232 اسمها هون ايش؟ اريتريا. هيك بتكتب بالانجليزي وهيك كذا سلطة هذا على فكره حقيقي الكلام. سلطة الاقتصاد كيف يكتبوها؟ الكود تبعها هيك. لاحظ اريتريا بتختلف تاجئة، فيش هون فيش همزي، هون في همزي مش مهم، هم حرين خلوا اللي بدهم اياه. بس عملنا ما بيج تيبل، لما هم بيرسلوا بيرسلوا بالكود الوطني، لما بيستقبلوا وبدهم خلوا الكود تبعهم بحولوا لل مفهوم. هذا هو الانتيتي سيرفر. الانتيتي سيرفر اذا في ناشونال كلاسيفيكيشنز، سو فور ايتش انتيتي وي بروفايد ذا كلاسيفيكيشن ان ديفرنت فورماتس. على فكره بديفرنت فورماتس تقدر تاخذها ويب سيرفيس، هاي هذا الكلام كله في زمنار ويب سيرفيس. تقدر تاخذه اكسل فايل، تقدر تاخذه اس كيو ال وات ايفر، اتش تي ام ال حتى. هذا هو اتش تي ام ال، انتم شفتوا اتش تي ام ال. بروفايد دوكيومنتيشن، ميك شور ديفلوب ستاندردز كفر تيبلز ان ديفرنت اورجانيزيشن ايجنسيز. هذا بالزبط. طيب في عندنا سجلنا قواعد العمل، كيف المنهجيه الستاندردايزيشن، هاي عملنا لها ستاندردايزيشن، كيف المنهجيه اللي صارت وين؟ شغله كبير كثير يعني. انت طبعا ولا هذا ولا سنه سنه مش جاهزه؟ ولا جاهز هذا ولا جاهز هارد كوبي يا معلم؟ شو هارد كوبي؟ مدينا سلاك خلصنا حطوا كل شيء. شوي شوي، لا لا مش الايجابرمنت الجاهزه، انا بحكي خليك شوي شوي. اللي انت السيرفر جاهز، اللي انت السيرفر جاهز على فكره. اول 95% سهل تحلها بسرعه، بتسويها بتروح بتجيب كيم بتحط في ستاندرد اخرى، ستاندرد انترناشونال ستاندردز. تعرف شو الصعب؟ اخر 5%. اخر 5% بدهن وقت 20 مره تقدر 95 وعلى كلك اكثر حتى. ستاندرد هذا ستاندرد، هذا ستاندرد الوطني. وين الشركه؟ مشيتوا بتعملوا سوفت وير؟ والبنوك اخرى المفروض تستعملوا اللوك اب تيبلز تاخذوها لبنويه؟ نحن ناخذهم الستاندرد. الستاندرد وين الستاندرد؟ انتوا عاده تاخذون بالنحصى بك. الناس تستعمل الشيء اللي موجود بالحصى. هلا لا. او سلطه النقد، بدك سلطه النقد تاخذهم بالنحصى. هلا سلطه النقد والاحصاء اعضائهم. على فكره حيجبروكم على شغلات هون. يعني من حظك انك هلا تعرف فلسفه هلا المنهجيه، كيف بالضبط منهجيه التصنيف، كيف بكينا نصنف، على ايش بكينا نعتمد. ولو كل ما بكينا نعد الاشي بكينا نسوي الاشي الثاني في الانتيتي سيرفر. ان كيس سيم انتيتيز اوف بيبل، مثلا افرض انه رقم الهويه تاعنا احنا في فلسطين مش مشكله، الناس بايش بنعمل لهم ايدنتيفيكيشن؟ رقم الهويه. معظم الوزارات تعمل رقم الهويه. افرض ان وزاره فيش عندها رقم هويه، عامله رقم هيك لشخص، معناته لازم نحط في الانتيتي سيرفر ارقام الهويات، حد الناس
ونعمل مابينج بين الايدنتي تبعته بوزاره اكس والايدنتي تبعته بوزاره واي. افرض بنحكي عن اراضي وزارتين بدهم يحكوا عن اراضي، كل واحد لعناته لازم اثنين بيستعملوا نفس الكودينج، معناته لازم نحط يعني بنصير ما بي يعني بمعنى اخر شركتين بدهم يتناقلوا بيانات، او خلينا نقول بنكين بدهم يتناقلوا بيانات. انت الكاستمر عندك مصطفى جرار عنده رقم معين، وفي بنك العربي عنده رقم ثاني، لا وكأنك بدك تعمل مابينج تيبل تقول هذا الشخص هو نفسه هذا الشخص. هذا كله بتخزن وين؟ في الانتيتي سيرفر. ها هلا كيف نربط الانتولوجي مع الانتيتي سيرفر؟ مش بنقول هاي مثلا ناتشرال بيرسون وهاي له بيرث ديت وناتشرال بيرسون له فاميلي نيم. طيب له بيرث كانتري، شو هذا اللي بيعرفوا ORM شو ها؟ كونستريان فاليو كونستريان. طبعا عشان الليستة طويلة شو قلت لهم كيف حطها؟ مش حطين كل الان ها؟ هذا فاليو كونستريان، قلت له حط انتيتيز انتيتي سيرفر نقطتين كونتري اند اون ناشوناليتيز، يعني انه هذا هو اسم التيبل، انه كل التيبل اللي هون الريكوردز اللي في التيبل هون هم وين؟ في الـ value constraint على الـ birth country. لحظة ها تقرأوا هذا الكلام في البيت، هذا كله مفروض تفهم. الـ address server نيجي على الـ address server، كيف وزارة بتقول مخزنة عن مصطفى جرار انه وين ساكن؟ في البيري. وزارة ثانية وين ساكن؟ برام الله. وزارة ثالثة وين ساكن؟ رام الله سلاش البيري او اشي ثاني. واحد وين ساكن؟ بقول لك شارع الارسال. وين؟ في نابلس. في شارع الارسال في نابلس. طيب هاو هلما جرى. هلا اذا لازم نعمل بفلسطين ادرس سيرفر مخزن فيه كل العناوين. كل ايش؟ العناوين. لما انت بقولك وين ساكنه او اي اشي العنوان، والا بصفي كل وزاره بتخزن الادرس بطريقه بتختلف. فلا فعشان نوحد الادرس بين الوزارات لازم نعمل ادرس سيرفر. تقراوا لحالكم يا شباب. بس هذا صعب الخطوه. ها؟ ايش؟ صعب هذه الخطوه. صعب هذه الخطوه. هات نشوف كيف بلشنا فيها. Accessing information is not consistent across هاي المشكله. Governmental agencies, different agencies register different names, numbers for the same building, street, area or region. Currently, citizens have different addresses across ministries. Ministries cannot register full addresses. Different spellings of towns and streets. Ministries cannot send official letters to citizens. مزبوط؟ طيب. هاي واحد في بي مسجل هون بير زيت. إيه سوري بيت صحور ستريت. طبعا عشان اللي عملوا بك عليها هو عشان بيت صحور حط لهم ثاني. هاي اسمه هو ايش؟ شفرز فيلد. ها؟ كركف ستريت. تم بيت لحم شكله شايف؟ تعرف على هواش؟ هو اللي عمل هذا الاكزامبل. لحظة فعلا هيك مسجل. طيب in addition how to know that بيت صحور ستريت is part of بيت صحور and that بيت صحور is part of بيت لحم. مزبوط؟ كيف بدنا نعرف؟ بده يكون في ادرس سيرفر. لازم يكون في ادرس. شو جينا سوينا؟ اخذنا فلسطين او مش فلسطين، الضفه الغربيه وقطاع غزه وشكفناها اخذناها وشكفناها. ناقصها شكف. قسمناها ل خلينا نقول عده شكف، كل شكف تعني حوض. تعرف شو معناته حوض؟ المساحة. في قطعة رقم القطعة رقم الحوض. مجموعة من القطع. ف كل من هيك على الخارطة، يعني فيش ولا منطقة ما لهاش رقم، وأعطينا رقم لكل هاي بنسميها منطقة بريدية. زب اريا. ها؟ أعطيناها رقم، حوالي هم ثلاث أرقام مستعمرات يعني الدبليو بتاعنا دوست بانك وجي بتاعنا غزة. بس ما تكررش الرقم، يعني
تقريبا كل مدينة كبيرة، كل المدن تقريبا كل واحد أخذت بلشت في كود. كود الأول بعنا مدينة إلا طول كريم وكلكيلي يمكن أخذوه مع بعض كود واحد، وبعدين الكويت اللي بعده بعني كذا. المهم هلا كسبناها على 900 شكفة. ها هذا بتقرأوا هذا رجاء في البيت، بديش أشرحه كثير. هلا بعدها شو جينا سوينا أو قاعدين بنساوي هسه؟ بنروح على كل بلدية بنجيب منهم عندنا الأحواض خاصة البلدية كلها، بنجيب منهم خارطة الشوارع، نجيب منهم خارطة الشوارع جي اي اس. احنا هون نشتغل جي اي اس، جي اي اس يعني اكس وواي الخارطة احداثيات. ومنحط تخيل هنا بس على فكرة لو في انترنت، هو في انترنت بس يشفعوا. انا هلا تروحوا عليها بتقدروا زي جوجل ايرث، اذا بتجربوا بدي اياكم على فكرة تروحوا على الويب سايت وتجربوا كله هذا الكلام. تقدر تعمل زوم ان وزوم اوت وتبحث عن بلدك وتشوف الزيب كود تبعها وكله. هلا بنزل على الضايل، ما هذا بكفيش، هذا ما بكفي. ضايل بدنا نجيب خارطة جي اي اس اللي هي الشوارع، ما هي ايمج مزبوط، نرسم الخارطة ونكو اسماء الشوارع وكل شارع الرينج تبعه. من مثلا شارع الارسال قديش ارقام البنايات فيه؟ من واحد ل مثلا 1320. الواحد بالخارطه مبين وين الثاني يعني. هذا الكلام بالمناسبه هذا اوبن سورس، اللي بده الفايل الشيب فايلز بيقدر ينزلها. كل الجي اي اس فايلز موجوده وفري. ها هلا باختصار شديد جدا، لما اقول ليجل بيرسون هاز كونتاكت ادريس وهاز اوفيشال ادريس، الفاليو كونستريند هون نقول هذا وين؟ بروح على تيبل الادريس سيرفر. فهمتوا كيف الانطولوجي ماسكي الانتيتيز وماسكي الادريسز؟ شفتوا؟ ها؟ طيب داتا بيس اوف داتا بيسز، هاي سهلة كثير، بديش تقرأوها في البيت لحالكم. هي حكت منى سؤال مهم، انه يعني هذا بتطلب تغيير العناوين لكل، في كل الهويات، في كل الوزارات، في كل البيوت للبريد يعني. وين اوكي فلسطين فيش عندنا اياه ولازم نعمله، وين بدنا نسويه؟ لازم نعمله. يعني انا بلشت فيه في الهند، انا بلشت فيه بالوزارة الاتصالات اللي هلا بركز عليه اخرى يا عم على الاخر. دكتور انا درست في الهند بالتسعين، كان موجود حكي بالهند. تمام؟ كل بيت من اخرى الوزارات كان موجود بالهند. كان موجود. ف وشو ناقصهم ما يسووهم في البلد؟ ولا ايش ناقصهم؟ عن طريق عن طريقات. هلا مبلشين فيه، هلا عملنا ستيب باي ستيب. هلا قاعدين بناخذ من بلدية رام الله، وبناخذ هاي بلدية خلدة تعطي، وبلدية خلدة تعطي، وبلدية ريحدة تعطي. تبلش اول شيء في المدن، بعدين شوي شوي ما بتلعب هلا مدت. هلا القسم الرابع من الداتا بيس اللي اسمه في الثالث الفريم ويرك اللي هو الداتا بيس اوف داتا بيسز. هل كل وزارة، هلا بتروح على وزارة، كلكم تجيكم شو المشكلة؟ بتروح على وزارة اكس. شو داتا بيس عندك؟ بتقول لك شو، لا بتروح على وزارة العدل مثلا، تعرف انه عندهم معلومات عن السيتيزنز؟ طيب وزارة الداخلية عندهم معلومات عن السيتيزنز، وزارة الشباب والرياضة عندها معلومات عن السيتيزنز، وزارة التربية عندهم معلومات عن السيتيزنز. بس انا ما بحكيش عن المعلومات التربوية والتعليمية، انت عندك معلومات اني انا ميل ولا في ميل، اني انا شو اسم الرباعي، وين العنوان تبعي، ورقم الهوية، عندك بالضبط نفس المعلومات اللي موجودة وين؟ هي مش بالضبط طبعا. طيب انا مواطن وبدي اعدل، عدلت عنواني عند مين اعدله؟ عند الكل. لازم اروح اعدل عند الكل؟ بيصيرش هذا الكلام، لازم كل معلومه تبقى مسؤوله عنها وزاره. الناس وين؟ الناس وين هم مسؤول عنهم؟ داخليه. جامعات اسماء المعاهد والجامعات والهاد وين؟ البنوك سلطه النقد او الماليه. السجناء بس مين؟ وزاره الاسر. لانه وكل والوزارات لازم تعطي لبعض. هلا لو سالتوا كل، هل الوزارات بيعرفوا شو الداتا اللي عند بعض؟ بيعرفوش. شو جينا سوينا؟ لبعض الوزارات جينا كنا منستري اوف انتريير، هاي بالضبط هاي عندهم ثلاث داتا بيسز، واحد عن السيتيزنز، واحد عن الجمعيات، واحد عن الباسبورس. بجوز وليد لسه بيعرف ايش الداتا بيسز موجود. انا بعرف، انا ما عرفت من ورا ليش اسمه في شيء رابع؟ لا ما بقدرش اقول لك هذا عرفت من شو اسمهم بس.
ها تخيلوا من الانجينيرنج كاركتر عشان هيك سالت طرات اسال هلا منستري اوف ناشونال ايكونومي شو عندها عند هذا زرنا عملنا احصائيات كل وزاره شي داتابيز اللي عندها عملنا مش داتابيز بس الدي بي ام اس سجل حتى لو موجود على الورق هيك بنسميها سجلات الجمعيات سجلات في حاليا سجلات مش داتابيز دخل فيها جديد هذا اللي بيعنينا انه بيعنيناش تلك الموجوده على الورق ولا باكسل فايل ولا داتابيز مش مهم فهي شو لو كبست على واحدة هون مش بتروح على الداتابيز نفسها بيجيك كرب شي هاي الداتابيز فيها اسمها Citizens Registry مسؤولة عنها وزارة الداخلية معلومات عن المواطن الاسم رقم الهوية تاريخ الميلاد عمار بابا اللي ليش مستعملة Services Birth Certificate ID إلى آخره ال Percentage of Automated Data أنها كلها Automated بين موجودة على Oracle Database هذا Public المعلومات على فكرة في معلومات Private الوزارات ما قبلوش نحطها على الويب سايت بس موجوده يعني هم بيعرفوا بين الوزارات قالوا هلا هاي مش بدناش نحطها على بس هذا كله على الويب سايت هلا بدك هلا كل واحد بده يعرف شو المعلومات الموجوده مش ناس بعمل نفسها سجلات شو السجلات المحفوظه في الوزارات طبعا مش كل الوزارات احنا بنشتغلهم لبعض موجوده لو دخلت على من البيت على الانترنت بدخل بلاك يعني معلوماتي كلها موجوده مش معلوماتك مش معلومات مش معلومات سجل شو السجل شو لو سألت أنت وليد شو الداتابيز اللي عندكم داخلية؟ لا مش لا بقول لك عندنا سجل السكان وعندنا سجل الجمعيات وعندنا سجل الجوازات بس شو يعني سجل الجوازات؟ داتابيز الجوازات كذا وكذا وكذا هذا آه عشان يسوي طب في بوزارة الاقتصاد سجل الصناعي شو يعني؟ مثلا هلا هان ناخذ السكيما شو علاقتها بالانتولوجي شو علاقتها بالانتولوجي شو علاقه الداتا بيس اوف داتا بيسز كيف مربوطه مع الانتولوجي مش كل الانتولوجي بتقعد بالنص انت سيرفر والادرس سيرفر كيف عرفتوا كيف في الفالي كونسترينت هون لازم يتم عمليه ما بتعرف ما سويناهاش لازم يتم عملية مابينج هاي مثلاً شيء السكيما سوري غلطت أنا هاي الكارت اللي شفتوه قبل شوية هذا الكارت information about مثلاً full name identity number مش إنه مصفه هاي كلها لازم نعملها وين مابينج على concept field أنتوا جاهم مش مساوية بس يعني المفروض إنك تتساوى مش urgent بالنسبة للحكومة بس هاي لازم ترتبط عشان لما يبقى عندنا معلومات عن كل الوزارات نصير نبحث وين انو عنده معلومة عن مثلا فصيلة الدم اني وزارات عندها معلومة عن فصيلة الدم طوالة بجيب لي الوزارات الداتا بيسز بغض النظر عن اني وزارة الموجودين اللي عنها مثلا بتخزن معلومة عن فصيلة الدم انو عنده معلومة عن الشاسي نمبر تبع السيارات اني وزارة مش شرط وزارة المواصلات بجوز وزارة المواصلات بتسجلش بس بجوز تلك وزارة العدل بتسجل فهمت علي؟ طيب آخر إشي سيرفيس ريبريزيتوري باختصار كل كنا 55 هيئة هذا بتكروه في البيت الكلام في عنا 55 هيئة وسلطة 23 وزارة مجموعة 78 كل واحدة من هذول بتقدم عدد من الخدمات سيرفيسز لمين بتقدم للمواطنين او للحكومه نفسها او للمؤسسات والجمعيات والشركات او للحكومه نفسها ولازم هاي تبقى ويل ديفاينز ليست هاي الليستة يعني لو رحنا على وزاره الداخليه نلقى حسب معلوماتي انه مثلا بجوز في عندهم 200 سيرفيس للمواطنين بعرفش كديش سيرفيس للمؤسسات وكديش سيرفيس للوزارات الأخرى مزبوط؟ هلا ضرب 78 كل وزارة لازم نعمل إحصائية الخدمات اللي تقدمها ضرب على كديش 78 مؤسسة كل هذول لازم نعمل عنهم عارف شو؟ لازم لسه ما عملناش لازم أول شيء نحصيه
بعدين كل واحد من هذول السيرفيسز كذا يطلع رقم هين 7 8000 10000 سيرفيس نرسم لها هاي شو هي يا أناس؟ هذا بنسميه البزنس بروسيس موديل. بنقول أول إشي بتبدأ العملية بكذا، بعدين كذا، بعدين كذا، بعدين كذا، بعدين كذا، بعدين كذا. هاي بنسميها الأز إز. كيف هي بالواقع نرسمها؟ بعد ما نرسمها بالواقع بنقول آه هيك تأخذ 5 أيام العملية، أو هيك كذا، هيك مش مليحة. عشان نظبط العملية نعملها اوبتمايزيشن اور انجينير وتكون عملية احسن. هاي شو بنسميها؟ تو بي. في از از وفي تو بي، لازم نعمل هذول الليسته. ماشي. هلا الله يفتح لكم. انا طبعا لانه صار اشي بعد ما انا عملت السلايدز، اذا بتروحوا على كل حال على زنار هلا على الويب سايت بتلكوا الليسته تبعت وزاره الداخليه، وزاره المواصلات، وزاره الاقتصاد. بس 3 وزارات اللي بدنا نعملهم احصائيه عن السيرفيس تبعتهم، ومش عن كل شيء، بس عن سيرفيس اللي بخدمه للمواطنين مش بس للشركات، يعني بشكل عام لسه. بس هذا الكلام كله لازم يصير. اذا ما بصير الحكومه غلط. على فكره مش موجود عندنا الحكومة حتى على الورق مش موجود هذا الكلام. هلا هذا قبل ما اتمت العملية. لاحظ انها قبل شوي كنا بدنا نعمل اول باول محاضرة بدنا نعمل ايش؟ اتمت الى تجديد رخصة السواقة. قبل ما اتمتها بدنا نعمل الاس از، مش بنروح نبرمجها اس از زي ما هي بالواقع. هلا لازم او كلهم لحظة شوي، انت اللي بتسوي اصلا كله هذا بيروقراطية. احنا بدنا بيروقراطية بالاي جفرمنت، فلازم ايش؟ re-engineer the process ونوثقهم. هذول كل processes، كل البيزنس processes بنسميهم، لازم نوثقهم ونعملها re-engineering optimization. هاي الحكومة. على فكرة كمان مرة، إذا بتعملوا لمؤسسات نفس الشيء، أنا مش بدرسكم بس e-government هو. طيب هلا أنو اللي بنقدم له العملية؟ أنا أسأل سؤال عن جد، أنو بصح له تجديد رخصة سواقة أو إصدار رخصة سواقة جديدة؟ لمين مسموحة؟ لأي شخص مواطن عمره 18 سنة. مواطن؟ ليش مش ممنوع لواحد مش مواطن ياخذ رخصة أو بدل رخصته؟ ليش أنا لما رحت على بلجيكا ما كنتش مواطن؟ كنت ريزيدنت. أنت بلجيكا ولا فلسطين؟ طب هل القانون الفلسطيني بيقول لمين تعطى السيرفيس؟ كل سيرفيس لمين تعطى؟ طبعاً. طلع شو اللي لازم يصير؟ إصدار جواز. طلع شو اللي لازم يصير؟ كيف بنربط؟ هاي عندنا، هاي عندنا البزنس بروسيس، صح؟ لاحظ احنا البزنس بروسيس لما نبرمجها شو بنشوفهاش كبزنس بروسيس؟ بنشوفها ك ويزدل، مزبوط؟ او ست اوف ويزدل فايلز. لازم نربط هاي الاشياء كلنا بالويزدل، سيتيزن بروفايل سيرفيس، كله بيرتبط ويا في الانتولوجي. والاهم من هذا انه البزنس بروسيس نفسها كمان لازم ترتبط في جزء ثاني. يعني في عندنا كلاسيفيكيشن او انتولوجي بالسيرفيسز نفسه، اسماء السيرفيسز هاي مش موجوده وليد، لازم نسويها. اللي هي مش عندنا سيرفيسز بزنس بروسيسز، لما نيجي نبرمجها تتحول لويب سيرفيسز، صح؟ مزبوط. هلا على فكره انت لو تنتبه البزنس بروسيسز الويب سيرفيسز نفسهم، يعني في شيء ريوزابل. يعني لما بتروح على وزاره الداخليه بتقول له هات الدعم للموديل هذول، تلك انه هاي الخدمه وهاي الخدمه مشتركات 70% بنفس البروسيجر، فبصير سب سيرفيسز سب بروسيسز. ففي عمليه كومبوزيشن. هلا هذا الكلام كله بيكون في عندنا سيرفيس اونتولوجي، لسه ما انهيناها سيرفيس اونتولوجي وكل شيء مربوط فيها، حتى اسم السيرفيس لازم يكون معرف في الاونتولوجي. anyway هذا كله في البيت. بدي احكي اخر كم كلمه عن الانتولوجي نفسها. هلا شو يعني جفرمنت انتولوجي؟ all the terms والخدمات والمصطلحات اللي نقدر نشوفها كفريم ورك او ستاندرد ذات كونسيست اوف ذا اجريد ابون فوكابولري، يعني النيمينج المينينج ستراكشر البزنس رولز على الاكستشينج داتا مسجز.
تعريف ثاني the e-government ontology is a formal description of the terminology. شو هي terminology؟ Concepts and their interrelationships that are communicated in the government domain. هاي الانتظار. So that the terminology in the web services is mapped to or commits to ايش؟ الانتولوجي. واضح؟ طيب. How it was built. كيف the government ontology was built smoothly and with low cost. Only two persons were involved. It was delivered at a short time. Only a few meetings with some domain experts were conducted. عن جد هذا الكلام ها؟ بس مش معقول ما هي معقول يعني مش معقول. اسأل أنطون. اسأل أنطون. أنا لسه كنت أسألك سؤال أنا معك ساعة تمام ذكرت مو مشروع شايف لك يا كبير ولا. لا أنا قاعد هون ساعتين. The way the ontology was engineered was effective mainly because لاحظوا كناش أنا أتخوت عليكم في المادة لا في مثل في تكتيكس درسناها هاي عن جد بكت effective أول شيء الموديلاريزيشن يعني أنا كنت أسأل أنطون طبق هاي الأشياء بالآخر لما سألته الشيء أحسن الأشياء فكرك اللي عن جد عملت speed up عالي جدا لأن عملنا موديلاريزيشن لما بنيناهم كلها مرة واحدة أو بلوك واحد كان في مشكلة. الجلوس. الجلوس ريح عمل الكومبرومايز اللي كنا احنا خايفين منه انترنسيك ولا اكسترنسيك. الأشياء الصعبة بحطها في الجلوس. مش بس الأشياء، لا بس الأنتولوجي نفسها كمان لازم يبقى فيها انترنسيك مش بقى. كنا عارفين وين نعمل الكومبرومايز أنا وأنت. هلا والأهم من هذا كله إن بنيناها بإيش؟ لما بقينا نروح نورجيها لبلال بلال كمال محامي في جزء منها هذا بالليجل بيرسون على السريع بعد نص ساعة من النقاشات صار هو لحاله كل هاي هون هاي مش هناك تعرف لو بنيتها بس بالأول؟ طيب فالgovernment ontology is modularized into separate but connected modules such modules were legal person, الادرس, الorganization, الكار, الland, هذا اسماء الموديولز هي مش كاملة هلا كل موديول لاحظوا هذول بس connected connected يعني هذا الكونسبت ممكن يكون نفسه هو هذا الكونسبت اللي هون او هو نفسه هذا الكونسبت اللي هون فاهمين علي هلا connected فكل موديول شايفينه في ثلاث اشياء هاتوا ندخل نشوف في ثلاث اشياء إيه سوري هذا بديش عدناش نعيده هذا درستوا انتوا انه ليش موديولز ار ايزي تو بيلد ايزي تو مينتين ديستريبيوتد ديفلوبمنت درسنا ها والكرايتيريا هاي الموديولز مش على فكره انتوا مش كامل 100% طبعا ولا عمرها بتكمل ولا عمرها 30% بس ايش كل الكومبوننتس الاساسيين عامل لو دخلنا على موديول ها نيجل بيرسون هذا هو الموديول ها في مقسم لثلاث اجزاء هاي الار ان دايجرام الجلوسوري والبزنس رولز ها الار ام دايجرام تعرفوا لما تشوفوا ار ام دايجرام تفهموا عليه مزبوط ولما تشوفوا الجلوسوري بتفهموا عليه هلا بعد المحاضره الجلوس ها بتعرفوا تكتبوه كتبها انطون المفروض بالطريقه هاي ها وبزنس رولز ما جاش من انطون دكتور هيو جوا ها والبزنس رولز هلا هلا بورجيكم شو البزنس رولز هلا هيك كان تقسيمتي انا للموديولز هيك عملنا انجينيرنج للانتولوجي لو دخلنا وشفنا هاي شو في بكلبها قلنا هاي شجرات الشخصيات القانونيه شرحناها قبل هيك مزبوط طيب لو شفنا هاي شو في بكلبها اخذنا مثلا انتيتي الجلوس تبعها بالانجليزي على فكره واخذناها كتبناها بالعربي وكتبنا الجلوس تبعها بالعربي مش ترجمه حرفيه هاتوا مثلا شخص طبيعي شخص قانوني وهو انسان يعكس الشخص الاعتباري والمعنوي هون عشان شخص معنوي شخص قانوني عاده ما يكون عباره عن اذا تلكم ستيكس لازم نمية لا انطون هلا شو يعني بزنس رولز؟ هلا لو اروح اورجي هاي لمحامي بجوز في اشياء ما يفهمهاش
خاصة الايكونز. تعرف هالشيء هي عبير؟ كونسترينت هذا بتعرفيه؟ أو هم عكس ما تعرفي شو؟ ليه إنك تعرفي أوريب؟ هلا المحامي بيعرف؟ هلا شو جينا قلنا له؟ شايف؟ شو جينا قلنا له؟ قلنا له مثلاً إذا بنحكي عن شركة، إذا بنحكي عن شركة، عملنا نوع من الفيربلايزيشن للأوريب. أخذنا الكونسترينت المهمة جداً الأساسية في الدايجرام وكتبناها وعملناها للفيربلايزيشن. وفي اشياء مش مكتوبه مش محطوطه بالاور ام بس حطيناها بالناتشرال لانجوج. لا يجوز لمجموعه تضم اكثر من 20 شخصا ان تتعاطى مع اي عمل بقصد الربح الا اذا سجلت كشركه مساهمه محدوده بمقتضى القانون. مقدار راس المال الاسهمي يكون بالعمله الاردنيه ويقسم الى اسهم مدرسه. هل هاي الاشياء بتنحطش بالاور ام؟ اتس اوكي بنحطها وبنحط بعض الاشياء حتى اللي موجود الاور ام نكتبها زي بزنس وهنسميها بزنس وزي البيرماليزيشن للروز. احنا قربنا نخلص خلصنا. انا فكرت انه هذا يكون اخر سلايد. في اي سؤال؟ زنار بس شو قصه زنار؟ هلا اول شيء بدنا يصير فلكلوري صح؟ صح. هاي اول شيء هات اسم فلكلوري للانتر اوبرابيلتي فريم ورك لكل خمس سيرفرز هذول شو نسميهم؟ بعدين يعني بتوصل شغلات بعض هيك. ايوه هلا ايش ربط الحكومي؟ مش هو اطار بربط الحكومي هو ربط الحكومي وكمان اسم فلكلوري شكله حلو بس اعطوه لوجو. فاللوجو اللي عملناه في حدا في الاسبوع في اكسبو تك كان موجود مو معروف بس تعرف كان حدا من الحكومه خلينا نسال.